اليوم المشاركة ديالنا في الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس. حنا بدورنا حضينا بشرف المشاركة في هذا المعرض ومشاركين بالمنتوج ديالنا اللي هو الزعفران. بالنسبة للزعفران هو فعلا الثمن ديالو كاين شوية الثمن طالع شوية 35 درهم للغرام، وهذا كيرجع القلة ديال المنتوج أنه تلوين وتزنخت. راه الإنتاج تقريبا 6 طن في العام، يعني انت يعني وحتى القيمة ديالو، هذا هما الأسباب اللي خلاو المنتوج ديال الزعفران ديما يكون ديما كيشوفوا فيه الناس بلي غالي، وحتى الطريقة باش كيتخدم يعني في واحد المشقة وفي واحد الصعوبة ديال الإنتاج، هذا الشيء كله من الأسباب اللي كيخليه يكون بهذا الثمن هذا. أما بالنسبة للفوائد ديالو، فزعفران غني عن التعريفة، هو القيمة الغذائية طالعة، يعني اللي صراحة خاص أي مواطن مغربي يستهلك هذا المنتوج هذا، بهذا كيكون كيشجع واحد المنتوج اللي هو وطني مغربي، وكيشجع حتى الانتاج ديال واحد المنطقه ولا ديال واحد النساء اللي في واحد المنطقه الجبليه. بالنسبه للاقبال، فالناس الحمد لله المستهلك المغربي اقتنع، عنده واحد القناعه باللي راه ما كاين ما احسن من المنتوج المغربي، سواء في الزعفران سواء في المنتوجات المحليه الاخرى. بالنسبه الحمد لله للزعفران، فبالمجهودات اللي كتعطي وزاره الفلاحه ووكاله التنميه الفلاحيه في الاشهار وفي التسويق، فالمستقبل ديال الزعفران ان شاء الله مستقبل مزيان، يعني غادي وكيتزاد وكيتطور، وكنشوفوا حتى في يعني كنشوفوا دابا حتى في المنتوجات الاخرى، في المنتوجات التجميليه، في داخل في منتوجات اخرى ديال بحال تيزان زعفران، العسل بزعفران، يعني داخل بزاف في سميتو في المنتوجات اخرى. كانت عندنا معاناه في التسويق، ولكن دابا الحمد لله بالمجهودات دائما ديال وزارة الفلاحة في وكالة التنمية الفلاحية، فالحمد لله حنا شادين زعما حنا غاديين مزيان بالنسبة للتسويق. كنخدموا على الزعفران الحر والمشتقات ديال الزعفران. فكرة إنشاء التعاونية جا من أن كان المورد الطبيعي ما كيتصغرش في زاوية حنصل، اللي كتواجد بجماعة زاوية أحنصال إقليم أزيلا جيش بن منال خنيفرة، ما كاينش فرص شغل وكاين الموروث الطبيعي وما كيتستغلش، والحمد لله حنا فكرنا في تأسيس التعاونية وأسسناها بالمجهودات ديالنا، والحمد لله واصلين دابا الحمد لله، وشاركنا في هذا المعرض. يعني الحمد لله كان على القبل على الزعفران، كاع السلعة اللي جبنا الحمد لله تبعت لنا هنا والحمد لله. المنتوج ديال الزعفران واخا هو شويه صعيب في الخدمه ديالو، يعني هو كيتزرع في شهر 8 وكيتجنى في شهر 10 وما بين شهر 10 حتى لشهر 12، هو صعيب في الخدمه ديالو، ولكن هو يعني كدير في الارض لمده عام حتى ما بين 6 سنين 7 سنين، يعني هو كيحتاج الماء في الوقت اللي الناس ما كتحتاجها، بحكم انه هو كيبغي يسقى من شهر 10 حتى لشهر 5، وفي ديك الوقيته الناس ما كتبغيش الماء في الاراضي ديالهم وكيستغلوهم في الزعفران. يعني هو منتوج اللي كديرو مره في العام وكتنساه لمده 5 سنين 6 سنين عاد اللي كتحولو، وفي الجنه ديالو يعني شويه صعيب، ولكن هو غالي وعليه الاقبال. داكشي هو باش مزيان الواحد يديرو في الاراضي ديالو، واخا كان الجفاف هو كيصبر على الجفاف، والحمد لله عليه الاقبال، الناس عليه الاقبال بزاف والناس كتطلبوا بزاف. واخا كان الجفاف هو عليه الطلب بزاف، الناس كتستعملوه في اي حاجه، في الطياب في التجميل وفي الدواء، داكشي باش هو مزيان وكيتمشى بزاف وعليه الاقبال من عند الناس. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.